عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية خاصة للأخ عيسى من بلجيكا، الحسين صبليون، والناس أوروبا كامل هم اللي كيتصلوا بينا اللي ما ذكرناش الأسماء ديالهم. تحية للجميع وتحية للناس اللي داخل الوطن وكل من كيتبعنا، كنشكروا الجميع. اليوم نبغيو نوريكم بعض المعلومات على الزيتون البلدي ما يخص المنارة. كيسولوا الناس دائما، كيسولوا على المنارة وعلى الشكل ديالها. الشكل ديال المنارة كيجي كالتالي: كتكون الورقة ديالها غليظة شوية، وهي كتكون عامرة شوية، كتدير بحال كيما تنقولو كدير الخب بزاف. هذه هي المنارة. عكس الحوزية كتكون واحد شوية ناسلة، شوية كتكون مفرزة واحد شوية. انت الناس كيصعب عليهم باش يعرفوا الحوزية من المنارة، تيقولك ما عرفتش هذه من هذه، كيجيونا تساؤلات بحال هكا. المهم المنارة راه الورقة ديالها غليظة شوية، وكتكون هي مدكسة، كتكون عامرة، الشجرة ديالها كتكون عامرة، كتبان لك مظلمة، الا دخل لها الطير ما يبانش فيها. وهي فاش خدامين دابا تنخدمو تنزبرو فيها. بالنسبة للزيتون الكبير، الزيتون تقريبا العمر ديالو 30 عام، اللي في العمر ديالو هكاك، وكيتخدم سنين. هادي هو كيتخدم، ما عمرها كانت فيه شي مشاكل ولا شي حاجة. هذا بغض النظر على هاد القنوات الجداد، دابا كاين اللي كيقول لك العمود الفقاري، كاين اللي كيقول لك البوشون، كاين اللي كيقول لك ما تبوشونش، كاين اللي كله واش كيقول. هاد الزيتون هذا معمر، هذا من قديم الزمان، هذا ما كان كيهضروا ناس ديك الساعه لا على بوشون ولا على بوتور ولا على حتى شي حاجه. وحد الان هو في حاله جيده، يعني كان كيتخدم بالطريقه التقليديه الاولى، وهو دابا كيتخدم بطريقة عصرية، وباقي كيعطينا الغلة، ما تعرض للأمراض، ما تعرضش لشي حاجة. يعني كاينين شي حوايج لا أساس لهم من الصحة. بالكمالية ديال الكلام، كاينين شي حوايج ولاو دابا كنسمعوهم لا أساس لهم من الصحة. بسم الله، نوريكم دابا هاد المنارة. هادي المنارة، هي هادي ما تتشاهدوا معنا هنا. هادو راه تم التقليم ديالهم، خدامين فيهم دابا تنقلمو فيهم. وهذا راه شجر كبير وكنخدموه سنين، هادي ماشي يلاه بنخدموه. حنا تنخدمو الشجر الكبير والصغير، وما نشوفوش غير اللي عنده صغير، عنده 1000 صغيرة ولا 2000 ولا 10000 ولا اي واحد كنخدموه ليه كيما كان نوع. زيتون كبير صغير كيما كان النوع ديالو تنخدموه. والدليل هو هذا، هو قدامكم كما تشاهدوا معنا هنا. كما شفتوا هذا راه زيتون قديم، يعني فيه الضرب القديم، فيه الضرب الجديد، فيه كل شيء كاين فيه. يعني شجر معمر كبير، وما عندوش شي اشكاليات، ما عندوش شي مشاكل مع شي يبوسية في العود ولا شي حاجة، ما كاينش داك الشيء. كيتخدم الخدمة اللي قراونا عليها في 2001، هي بلاش كي كيتخدم هاد الزيتون هذا. والحمد لله راه في حالة جيدة، وعطى إنتاج هاد العام لا بأس به، يعني عطى واحد الوفرة تبارك الله. لهذا جينا حيدنا هاد لي بورج، هادو كيتسموا شراب الماء، هذا اللي كيحيد. هذا حيدناه، شراب الماء ها هو حيد. وكنخفوا الشجره كما قلت لكم، هذه المناره راه شويه كتعمر، خاصها تخفف شويه. والله يسخر للجميع. وكنجدد التحيه للجميع المتتبعين والناس اللي كيتصلوا بينا وتيقول لك سمعنا كيقولوا على هكا وهكا، ولا هذه ما نديروهاش، ولا ما نديروش الدعامه، ولا نديروها، ولا لمحكمتكم واسع النظر. كل شيء كاين، كاين اللي كيقول لك ما ديرش، كاين اللي كيقول لك ديرها، كاين اللي كيقول لك ما ديرهاش، كاين اللي يقول لك ما تضربش العمود الفقري، كاين اللي يقول لك ضربه.
هو الزيتون كيتختلف، كاين واحد الزيتون كنضربوه من الفوق وواحد الزيتون ما كنضربوهش من الفوق، وكتختلف الخدمه على حسب الصنف والنوع. ما كبحال البلديه ما كنديروش ليها الخدمه اللي كنديروا للاربيكوينا ولا الاربوسانا ولا الاخرين، ما كنديروش لهم هذيك الخدمه اللي كنديروا للبلديه. هكا كيتفاوت الخدمه البلديه مع الروميه، كيتفاوتوا مع هذا الشيء الجديد، كيتفاوتوا في الخدمه. وتحية للجميع.